الإضافة ليه والتعديل التي تم التوافق عليه داخل لجنة التوافقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيب معناتها بودي أن أهنئ الشعب التونسي على المطة التي أضفناها يعني في الفصل 31 دسترت الفيسبوك معناتها دسترت النفاذ إلى شبكة الاتصال معناتها هذا شيء جميل وإيجابي للغاية. الحمد لله يعني كلنا مع حرية التعبير ولا ننسى أن الفيسبوك هو الذي ساهم إساهاما كبيرا يعني في الإطاحة بالدكتاتور. الآن وقع دسترته بوفاق كبير في الجلسة العامة. الحمد لله هذا شيء إيجابي.